النمسا تدعو أوروبا إلى الكف عن التعاطي بفوقية مع إفريقيا. النمسا تطلق مبادرة أصدقاء غرب البلقان مع أوروبا. محكمة تبرئ سوريا من الانضمام إلى داعش بعد ادعاءات زوجته السابقة. القبض على أكثر من 50 مهرب بشر أوكراني في النمسا العام الماضي. الشرطة تضبط 13 شخصا بتهمة حيازة أكثر من طن من الحشيش. وتقرير بحثي يكشف عن واقع الزواج القسري في النمسا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. دعا المستشار النمساوي نهما الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع إفريقيا على قدم المساواة، مشددا على أهمية إنشاء شراكات معهم في الطاقة والاقتصاد والأمن والتحول الأخضر. جاء ذلك خلال جولته الحالية إلى أنغولا وغانا، حيث أشار إلى ضرورة تكريس المزيد من الوقت لأفريقيا والتعامل مع دول القارة بنفس القدر من الاحترام المتبادل. كما أعرب عن اعترافه بأن الدول الأوروبية اهتمت بوضع الدول الإفريقية في بؤرة اهتمام سياساتها الخارجية، ويجب فتح أبواب الدبلوماسية بشكل كامل. أكد وزير خارجية النمسا شالنبيرغ أن الحرب الروسية في أوكرانيا تؤثر على أوروبا وزعزعة الاستقرار في جنوب شرق القارة. ودعا شالنبيرغ دول غرب البلقان للانضمام بشكل متسارع إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية تشكيل جبهة موحدة داخل الاتحاد والجيران. وأعلن شالنبيرغ عن مبادرته الجديدة أصدقاء غرب البلقان كمجموعة غير رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذات التفكير المماثل، عقب اجتماع ثلاثي بين شالنبيرغ ونظرائه من كرواتيا وسلوفينيا. برأت محكمة سالزبورغ نمساويا من أصول سورية بعد اتهامه من قبل زوجته السابقة بالانضمام إلى ميليشيا داعش، حيث لم يتم تأكيد الادعاءات ضده بشكل واضح في المحكمة. ووفقا لأورف، كان الرجل قد غادر النمسا لمساعدة والدته في تربية أطفاله وليس للانضمام إلى داعش، بينما ادعت زوجته السابقة العكس. ورأى القضاة أن مزاعمها ليست مؤيدة بالأدلة ولا تحمل أي دليل على الحقيقة، والحكم ليس نهائيا ويمكن استئنافه. زاد عدد الأوكرانيين المتورطين في تهريب البشر في النمسا منذ الهجوم الروسي قبل 14 شهرا حسب ما أفادت السلطات النمساوية. وقال جيرالد تاتسكين الذي يقود جهود مكافحة التهريب في وزارة الداخلية أن أكثر من 50 مشتبها من بين 712 تم القبض عليهم في النمسا العام الماضي كانوا من الأوكرانيين. واحتجزت السلطات أكثر من 100,000 شخص تم تهريبهم أو دخلوا البلاد في عام 2022، وكان 5,000 من هؤلاء الأشخاص من الهند وتونس. ضبطت الشرطة النمساوية 13 شخصا بتهمة حيازتهم أكثر من طن من الحشيش ومصادرة 300,000 يورو نقدا وعملات ذهبية. وأشارت الشرطة الجنائية إلى أن الجماعة الإجرامية عالية الاحتراف تمارس نشاطها الإجرامي في النمسا منذ عدة سنوات، وتمكنت الشرطة من الكشف عنهم بعد تحقيقات مكثفة. كما ضبطت الشرطة رخص قيادة وجوازات سفر مزورة بحوزة المشتبه بهم، وتم إجراء 17 عملية تفتيش، والمعتقلون 13 هم نمساويون وكروات وصرب وتشيكيون.
وفي خبرنا الأخير، أفاد تقرير بحثي أعدته مؤسسة الأبحاث المختصة بالنزاعات بتكليف من صندوق الاندماج النمساوي أن هناك ما يقرب من 200 حالة زواج قسري في النمسا خلال عام 2021. وأوضح التقرير أن منظمات رعاية الأطفال والشباب تدعم الأشخاص حتى سن 18 عاما، ومع ذلك فإن العديد من الضحايا هم من كبار السن ولم يتم تسجيلهم في هذا السياق، وأن هذا النوع من الزواج يعتمد على التقاليد والثقافة، وغالبا ما يستخدم للسيطرة على الحياة الجنسية للفتيات والحفاظ على الشرف. وصنفت الدراسة 3 فئات من الذين يمكن أن يتعرضوا للزواج القسري. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، لا تنسوا أن تشاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، أتمنى لكم طيب الأوقات.